يا تجبال بلا هادي وشواطيها تعبت وبتعبس يا هادي فعليها وحياة جبال بلا هادي وشواطيها تعبت وبتعبس يا هادي فعليها فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى كلمات الأهل وسهلة زرعوا فيها زرعوا فيها وحياة الجبال بلادي وشواطيها يا خي تنعمرها ونزرع فيها يا بني ونكبرها ايدي وايدك يا خي تنعمرها ونزرع فيها يا بني ونكبرها وحياة جبال بلادي وشواطيها عبدو بتعب بزيادي تعليها صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية وينما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد بحلقة جديدة، إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الحب وإن شاء الله يومكم يكون حلو مثل ما بدكم وأحلى. بدي أقول صباح الخير لسمر كمان، صباحو يا سمورة. يسعد صباحك ليا كثير. صباحي كل حلو، أنا منيحة وأنت؟ كمان كثير منيحة، يسعد صباحك عن جد. صباحي. صباح كل مين عم يتابعنا، نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية. والصحة والسلامة مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة ابقوا برفقتنا بحلقة مميزة بعد الفاصل اللي حنتعرف على معلومات جديدة بفقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن في مجمل الأحيان لا أحد يشعر بك وبتعبك النفسي والجسدي سوى أمك، فهي الوحيدة القادرة على فهمك ومعرفة تعبك حتى لو لم تنطق بكلمة. فالأم تملك ميزة فطرية تمكنها من الإحساس بأبنائها بمجرد أن تشاهد عينيهم مباشرة. وهل تعلم إذا خصصت 4 ساعات فقط يومياً للعمل على شيء تريده أو تريد تحقيقه، غالباً ستصل إلى أهدافك في مدة وجيزة بشكل قد لا تتوقعه. فالقواعد السيكولوجية تؤكد أن قضاء 4 ساعات من العمل اليومي الجاد كفيلة بتحقيق نتائج مبهرة حتى مع الأمور والمسائل المعقدة جداً. وهل تعلم أن كل شيء سيء يحدث في حياتك هو مفيد لك ويكون شخصيتك؟ فالأحداث القاسية تجعلك أكثر قوة، والألم يجعلك أكثر تحملاً، والفشل يجعلك أكثر خبرة، والصدمات تخفض توقعاتك، ورحيل من تحب يجعلك تدرك أن الحياة لن تتوقف على أحد.
وهل تعلم أن النوم والضحك يعتبران أفضل علاجين مجانيين لجميع مشاكل الإنسان مهما كانت، إذ يعملان الاثنين كمحفز قوي لمقاومة جميع الأمراض سواء كانت جسدية أو نفسية؟ فكلما ضحك الإنسان أو نام لمدة أطول كلما تعالج تلقائياً وأصبح أفضل من أي وقت مضى. رح نبلش بأولى فقراتنا لليوم عن موضوع بهم كثير من الناس، تأثير الأدوية والآثار الجانبية الغير مرغوب فيها. هي ظاهرة موجودة بكل نوع من العلاج الدوائي، لكن هناك العديد من العلاجات الدوائية التي تسبب أمراض جلدية تحتاج إلى علاج. فشو هي الأدوية وشو هي آثارها الجانبية وشو هي أكثر الأدوية لازم نحن نبتعد عنها ويكون في دواء داعم أو دواء يحمي لحتى صفحات بالجلد ويصير آثار جانبية على الجلد؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بضيفنا الغالي والعزيز دكتور هايك سربيان، أخصائي جلدية. صباح الخير دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور حنبلش بالأدوية اللي بتسبب حساسية للجلد، خلينا نحكي على أكثر الأدوية اللي كل ما نستخدمها بتسبب لنا حساسية، شو هي؟ هلا قبل ما نبلش بأي دواء بشكل عام، نحن بنجيب الدواء بنقرا النشرة تبعه، أي دواء بناخده اليوم مهما كان مكتوب عليه من ضمن الأعراض الطفح الجلدي، التحسس للمادة الدوائية. فلا يوجد دواء في العالم ما ممكن يعمل لي حادثة تحسس أو رد فعل مناعي تحسسي عند إنسان، لكن هذا لا يعمم. يعني ما معناتها أنا بمسك النشرة بقعد بقراها معناتها إنه هذا الدواء أنا بدي أقعد أقرا مكتوب بيعمل حساسية ما باخده. دائما الوصفة بتطلع من قبل الطبيب، بيتزن فيها المريض، وبعدين أي مشكل بيصير معه بيراجع المريض الطبيب اللي وصف له إياه. هاي نقطة كتير مهمة، لأنه ما بالضرورة كل حادث تحسسي هو يكون سببه دواء. يعني مريض القلب اللي بياخد دواء قلب ممكن يكون عم بياخده سنة واثنين وثلاثة ويتحسس عليه، وممكن يتحسس من شيء ثاني، ممكن يتحسس من أكله، يتحسس من أي موضوع. فعمليا دائما بس للتنويه، إنه وقت بنحكي عن تحسس دوائي الموضوع مرتبط بمراجعة المريض لطبيبه لتقييم هذا الوضع، أو لطبيب المختص لتقييم هذا الوضع. أي دواء بالعالم ممكن يعمل لنا حساسية جلدية، هذا أكيد. في شيء معروف عنا اسمه الاندفاعات الدوائية، أو الاندفاع بتظهر دائما أحد الأمراض اندفاع الدوائي الثابت اللي منتج نتيجة استعمال أدوية لفترات طويلة، أو أحيانا أدوية بسيطة بنستعملها صادات لفترات بسيطة بتطلع عنا كومة أعراض ممكن تتشخص تحت مجموعة من الأمراض مثل الاندفاعات الدوائية، مثل الموضوع التحسس الشروي اللي ممكن يتشكل عند بعض الناس، أحيانا توصل لشيء بيسموه بالعلم عنا وزمة كوينكا، اللي هي بتلاقي المريض ممكن فيه منفخ، بتلاقي شفايفه ورماني، وجهه ورمان. هاي كلها أعراض تحسسية، لكن عملية أنه شو اللي بيخلي هذا الدواء يتحسس هو عامل فردي بحت. يعني هو مشكل مناعي يرتبط بعامل فردي بحت. إذا عم نحكي احنا هلا بصفة العموم، هلا بصفة الخصوص في أدوية ممكن تعملنا أعراض تحسسية أكثر من غيرها أكيد. احنا مثلا بقطاعنا احنا بالأدوية بالأمراض الجلدية في كتير أدوية ممكن نستعملها ومضطرين نستعملها، هي أدوية علاجية ممكن يكون لها حساسية ضيائية، ما ممكن تتعارض مثلا مع تعرض شمسي طويل، بعض الصادات مثلا أدوية الالتهاب، يعني ممكن أدوية التهاب إذا صار بعد تعرض شمسي طويل نتأثر فيها. بعض الأدوية مثلا المناعية اللي ممكن نحن ناخدها ممكن تسبب لنا رياكشن مناعي معين ممكن تعمل لي هذا العرض. فالأدوية اللي ممكن ترتبط بهذا الموضوع قد تكون الحقيقة مفتوحة، يعني ما في عندك أنت شيء محدد ممكن يربطنا بعامل تحسسي، لكن في أدوية قد تكون إلى أكثر من فكرة عامل تحسسي، أحيانا مظهر تاني، مظهر تخريشي، مظهر مثلا مثل الأدوية اللي ممكن نطبقها بشكل موضعي مثلا المقشرات وإلى آخره، نحن بنسميها حساسية وقت بتحمر، بيجي المريض بيقول لي مسلوخ أحمر، هلا هذا تخريش حقيقة، ما شكل من أشكال الحساسية بس تخريش، تمام؟ فمفهوم التحسس هو مفهوم واسع وبيشمل كثير أدوية، ما في شيء مخصص بشكل نوعي، يعني إنه دواء معين بيعمل حساسية لو كان موجود كانت عالميا كانوا وقفوا. يعني صحيح دكتور، بنشوف كثير من أنواع الحساسية بتظهر
مرافقة للطعام وخاصة عند الأطفال للأكل مثل البيض. ممكن البيض مع دواء الالتهاب يعمل تحسس مثل البندورة، ففي أنواع كثيرة. نحن كيف فينا نحمي حالنا؟ يعني بتحمي نحن بنحمي معدتنا بناخد وقي معدة حبة الصبح مشان إذا كنا عم ناخد أدوية ثقيلة أو شيء، ولكن بشرتنا جلدنا كيف نحن فينا نحميه؟ هلا انت ما فيك تحمي شيء، لانه انت ممكن تتحسسي على ماده بتستهلكيها صار لك كل عمرك وفجاه تتحسسي. فجاه تحسسي يعني انت هلا بعمرك ممكن تكوني من يوم يومك بتاكلي مثلا فرضنا بندوره، واليوم اكلتي بندوره وتحسستي. اوكي. وهلا متى ما تحسستي مره بصير الجسم بقى بيكرر عامل التحسس تبعه بنسبه كثير كبيره، يعني الا اذا بقى اخذتي علاج طويل كثير لتقدري تمرقي. وعاده لا، يعني عاده لا، يعني دائما في عندنا نسبه تحسس مثلا ممكن تظهر على بعض الناس فجأة، هاي موجودة طبيا. في شيء تاني للحساسية الحقيقة شكل غير مباشر للتحسس، الحقيقة أنه بالعالم في شيء اسمه الفوت برينت، يعني البصمة الغذائية. الحقيقة إذا بنعمله لحنا هو عامل شخصي، طبعا ما أثبت علميا بشكل أو ما تبنوا بشكل علمي بشكل مطلق، لكن الحقيقة تواصلي معه ومتابعتي مع المرضى كانت نتائجه فظيعة. اليوم مرضى بيجيني احيانا عندهم تحسس، بتلاقي عامل تحسس تبعهم مرتفع، بنعمل لهم تحليل بسموه الاي جي اي اللي هو مشعر تحسس تبعهم، بتلاقيه بالالافات طبعا طبيعي بالمئة. هلا هذا الموضوع بتلاقيه بيعاني منه سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، احيانا بالمتابعات معهم ممكن نحتاج احيانا هاي البصمه الغذائيه، وبنطلع معنا شغلات احيانا كثير اساسيه. يعني اليوم بتتفاجئ بجوز كل واحد منكم هلا بيعملها، بجوز يطلع عم بيتحسس على القمح، بجوز يطلع قمح، كلمة قمح يعني انت اليوم طيرت الخبز، طيرت المعجنات. صح. في ناس تتحسس مثلا على الحليب، حليب مشكلة، لأنه نحن استهلاكنا من الحليب هو الجبنة واللبنة، وأحيانا تدخل الحليب مشتقات الحلويات، يعني أحيانا في تحسسات ما بتكون مباشرة لكن بترفع عتبة الحساسية عند الأشخاص. يعني أنا اليوم في تحسس من أكلي أنا باكلها بقوم بقب جسمي وبتحسس منها، صح. وفي حساسية غير مباشرة تحت حادة، هي بتكركبني أكثر، لأنه هي أنا ما بعرفها، ما بتعاطى معها بشكل مباشر، بتطول كتير لتطلع أحيانا نتائجها، وبس طلعت ممكن أنا أكون ضيعت، يعني ضيعت حالي، يعني ما ضيعت حالي كمرض، لا، ضيعت حالي بالتوجه إن كنت أنا مريض وإن كنت طبيب، لأنه هذا بيطلع تراكم سنين، فعمليا ممكن نكتشف شغلات أحيانا ما تخطر على بال حدا. يعني أحد التقييمات عندي مريض كان بيتحسس على البازيلا وعلى الخيار وعلى البندورة، يعني هدول ما بيخطر على بال حدا انه يروح والله بيطلع لا ما شرط انه يضرب الاكل، ما راح تخطر على باله، لانه احنا توجهنا للحساسية هو حد بيض، بهارات، سمك، بهارات، فريز، يعني فريز، يعني في شغلات فينا نعتبرها عامة او الاكثر شيوعا، لكن في شغلات ممكن ما تخطر على بال حدا، ممكن تكون هي جزء من عامل تحسسي موجود. سمعت كثير امبارح انه في حدا بيتحسس من الموز، بس طبعا عندك ليكي في عندك فواكه تعتبر بشكل عام بنعتبرها الى نسبه تحسس مرتفع، اللي هي الموز، الفريز، الكيوي، يعني هدول من الشغلات اللي ممكن تكون الكرز، هدول نسبه التحسس تبعهم مرتفعه. ربطوا الموز مع دواء الضغط، ممكن هي الحاله صرت سمعانتها كذا مره، فعمل لهم تحسس وطفح جلدي. ما فيك ما في لك اليوم قلتي ربط، هل في قاعده اليوم؟ هلا بتطلع احيانا انه انا بلاحظ ملاحظه، بدور على اصل الملاحظه، انا كطبيب بنتبه انه والله عندي كذا حاله صارت هيك مع هيك. طيب اعطيني مثل... الدراسه احيانا بتكون الدراسه احصائيه، مثلا مثلي انا كل ما ازعل بيطلع لي اكزيما هون، واخذت هاي قاعده المفروض ما حدا يزعلني، فصارت عن جد قاعده كل ما ازعل او اعصب خلص هون هاي المنطقه كلها بدها تكون فيها اكزيما. العوامل النفسيه كبرت معي هاي العوامل النفسيه. هلا دكتور خلينا نحكي عن الاكزيما، شو سببها وكمان شو هي طريقه علاجها الصحيحه؟ يعني هلا الاكزيما اول شيء هو استعداد مناعي تحسسي موجود عند المريض لاتجاه احيانا بتكون مؤرجات خارجيه، يعني شغلات ممكن تكون تماس، ممكن تكون انت الساعة اللي عم تلبسيها اذا فيها نسبة نيكل مثلا بتأثر فيك، في ناس ما بيقدروا يلبسوا ساعة ستانلس بكون فيها نيكل مثلا، او بكون فيها خلائط معينة بالمعادن بتأثر فيهم، في مثلا تحسس على مواد التنظيف المنظفات، وهذا الاكثر شيوعا عند ربات البيوت، تلاقيهم بيستعملوا مواد جلي، مواد تنظيف والجافيل والكلور بتأثر فيهم. هلا بالكورونا المعقمات خلت لنا كومة مشاكل،
الصوابين او الحمام باستعمال صوابين مخرشه مع حفو الليفي بشكل مفرط بيعملنا جفاف، بيعملنا اكزيما. في اكزيما ناتجه عن العمل، ناس تشتغل بالباطون مثلا، بالاسمنت، بغيره، في عنا تحسس، بيشتغلوا بالكازي، ممكن يكون في حلاقين الشعر على مواد الصبغه وهيك الصبغات. المشكله انه نحن كل ما عم نتطور سنه عن سنه الكواليتي تبع المواد عم بخف، الامبلاج عم بيتحسن. يعني اليوم بتلاقي هلا جيبي منتج جديد بتلاقي امبلاجه احلى، دعايته اكبر، الاوبشن والاحلام تبعه اكبر، شو ما كان، ما عم نحكي بس على صبغ الشعر، لكن هو الفاعليه بتكون اصغر بكثير. يعني نحن فن التسويق تبعنا صار بيعتمد على فن اقناع الشخص الهدف بشيء هو ما هو حقيقي، الشيء البصري و... لا لا وما هو حقيقي الحقيقه، هو هذا اللي عم بيصير فينا. فلاحظ الكواليتي اختلفت عالميا، كان بالمنتجات اللي ممكن نستعملها، ان كانت منتجاتنا سابقا اقل كواليتي اعلى، هلا التنوع هائل، منافسه تجاريه كبيره ولكن الكواليتي اقل، واللي بينزل بكواليتي عالي اليوم صار عم بيرفع حاله بسعر مضطر، لانه اكيد الكواليتي طبعا المواد بيجي سعرها اعلى، فهو تجاريا بيفشل. وقس على ذلك هذا الموضوع مفتوح، رجعنا لنفس الفكرة. فإذا بدنا نقعد نقول أنا شو ممكن يتحسس بالإكزيما، شيء مفتوح. نفس الوقت في عوامل ممكن تكون ما يعني ما أنا مرئية، ما أنا واضحة بالنسبة للمريض، اللي هي أنا وقت بكون عندي طفل أيام بكون عمره أيام، صير عنده بتلاقي جلده ناشف، إكزيما عم تطلع عنده، أحيانا بكون سبب الحليب تبع الأرضاء أيام، خاصة حليب البودرة أو غيرها، أو أحيانا حتى حليب الأم ممكن يتحسس لي. ايام بكون عزلناه من كل شيء وبتلاقي اسا مستمر الحدسيه معه. يعني هو رد فعل مناعي معقد. موضوع الاكزيما بيتفرع منه كثير، يعني بيتفرع منه الشري، بيتفرع منه التحسس تجاه كل ماده من المواد اللي عديناهم، وقصة اضعافنا هذا الحكي، التحسس الغذائي. طيب حتى اليوم عالميا بيشردوا منهم اسا لافات ثانيه، سواء صدفيه صارت تنسب تحتها الاكزيما الصدفيه، تنسب تحتها. هلا مثلا في طفله صغيره اخذت الحليب وكلها تحسست، اول مره، ثاني مره، ثالث مره، وطلبوا تغير الام الحليب. هو المفروض تغير الحليب تعطيها النوعيه تبع حساسيه المعده، ولا خلص تبقى حل هو عادة الحليب لا يتاقلم جسمه، وبيحاولوا بيدوروا على الحليب الخالي من اللاكتوز. تمام. هلا هو مثل ما حكينا هذا موضوع تنوع بحله كثير كبير. هلا قد يكون احيانا ببلدنا هون سبب الوضع عنا انه مثلا بعض الحلول بتبقى محدوده، لكن عالميا تنوع كبير. تمام. عند الاطفال هو موضوع بس نغير نوع الحليب اكيد، يعني المفروض يتغير. تمام. اكيد لازم يتغير، بس هذا الحكي ما بيقرره الاهل، يعني بده يكون طبيب اطفال، وحتى احيانا بالتعاون بين طبيب الاطفال وطبيب الجلديه. بس طبيب الاطفال بيقدر يقوم فيها بشكل جيد، بس أكيد. يفضل التعاون بين اثنين، مشان موضوع ما موضوع انه انا غيرت الحليب، كمان موضوع عالج. يعني انا هلا نفترض احنا قاعدين هون عندنا هذا البلور، انا دائما بعطي امثله لمرضاي وهي بعيده نفسها. نفترض في واحد برا هلا مسك حجره وضرب هالبلور، هلا شو اللي عندي؟ عندي واحد ضرب بلور برا، وبلور مكسور وبلور على الارض، صح؟ صح. طيب طلعنا مسكنا لهذا الشخص اللي ضرب البلور، شلنا، عزلنا، تصلح مع الشباك شيء؟ لا. طيب لميت، صلحت الشباك، لميت البلور على الارض كمان؟ لا. يعني انا لحتى ارجع اعدل الوضع بدي امشي ثلاث خطوات. سعي هي ما كان عندي شيء، لكن واللي بلش موضوعه بلش بخطوه، لكن انا لصالحه احتجت ثلاث. فما موضوع انه انا صار عندي حساسيه من شيء محدد، ما بكفي انه انا بعد او اني اتجنب، لا، في عندنا مرحله معالجه. عندي ارتفاع بعوامل او اخلاط بالجسم مناعيه ممكن بدها ضبط، عندي تحرر لماده الهستامين بجسمنا بدها حصر، بدها ضبط. يعني الشيء اللي بيصير بالجسم ما بيكفي نعزل المشكله، بدنا نضبط اللي صار بجسمنا. يعني هذا نقطه كثير مهمه. نعم دكتور، خلينا نحكي عند ظهور اي حساسيه بالجسم وبيكونوا ما بيعرفوا السبب، ان كان للاطفال وان كان للكبار، شو هي الخطوات الاولى او الاسعافات الاوليه يلي نحن فينا نحمي جلدنا فيها من مواد موجوده بالبيت ومن كريمات هي اوريدي بتكون موجوده عنا؟ كيف فينا نحن فورا نعمل اسعافات اوليه لبين ما صفر صفر لسبب مشان ما يمتد او مشان ما يصير حكي؟ امتداد. هلا فيك تروح اسعافيا، يعني ليك البلد معباي، اذا ما قلنا دكاتره راح نحكي مستوصفات، بس احيانا اجراءات بسيطه بتقوم فيها يا بتفاقم الامور يا بتخفي اعراض. طب الاسعافات حيعطونا ابره هي ضد التحسس، مزبوط. طب هذا علاج خديه باشراف طبي ولا تقومي فيها بشكل ذاتي. اوكي.
يعني خلي معلش الاشراف الطبي على بعض الاجراءات مهما كان اكثر امانا من اجراءات المنزل. انت اليوم ممكن عندك طفل تحسس، تيجي بتقومي بتاخدي اجراء ذاتي بالبيت بتقديرك انه انت لازم تعطيه شراب هالحساسيه او كذا، طيب نسيتي للولد نمتي بالليل، طب الولد ممكن يوصل لمرحله الاختناق في طبعا. تحسس اليوم ممكن تسمعوا الناس تاخذ ابره بنسلين مثلا او تحسس على دواء بوصل لمرحله الاختناق، ومن فتره قاعد عم اقرا عن طفله تحسست ب على الفيس حاطينها على دواء صاد حيوي عاطينا اياه الله يرحمها يعني، عرفت شلون هاي طفله. هلا هذا الحكي ما بجوز انت تقرر، يعني الحساسيه على قد ما هي شغله بسيطه قد تكون مميته، فليش نقوم باجراءات نحن من عنا ممكن ما نقدر، بدي اعتمد على تقدير الاهل، ليش بدي اعتمد على التقدير؟ هذا ضناية، يعني ليش بدي انا اقدر فيه؟ ما فيني اخذه عند اقرب طبيب، اذا كان الدنيا نهار فيها تراجع اي طبيب جلديه تمام؟ ما مشي حال، فيها تنزل على اي مستوصف او مشفى، كل المستوصفات المشافي عندهم، المشافي العامة عندهم قسم اطفال وعندهم اطباء مناوبين وعندهم مناوبين اسعاف، يعني اضعف الايمان في شيء في يقوموا فيه بشكل طبي او اشراف طبي ما. رح يكون اكيد اكثر امانا. الابره قد تكون على الاقل بتقدر تاجل الاصابه مثلا اذا كانت عنده تحسس مساء الى ثاني يوم الصبح لراجع طبيب، اضعف الايمان بتقطعوا مرحله خطر ما او احتمال خطر قادم بالليل. يعني ليش بدي وقع حالي بهالمطب؟ يفضل دائما انه ما نقوم باجراءات ذاتيه، لانه الحساسيه على كل بساطه ممكن تكون مميته احيانا، بصير عندنا تشنج خصبي بينتهي بالاختناق بيموت المريض. فما عم نخوف كل العالم، هي حالات نادره، بس مين ضامنها؟ مين بده يقدرها؟ هل انا بدي اعتمد على الانسان العادي ليقدرها؟ لا، هي بترجع لتقدير الطبيب. هاي نقطه. النقطه رقم اثنين، احيانا انت بتاخذي ادويه بتغيري من شكل الاصابه، فبفوت لعند الطبيب، احيانا بيجينا كثير امراض ما بس تحسس، بيطبق المريض كريمين ثلاثه بضيعنا، يعني انت غيرت الشكل. نحن نعتمد على التشخيص البصري اولا، بعدين على قصة السريرية اللي بياخذها من المريض، ليش تضيع؟ يعني أحيانا حتى المريض بقصته سريرية وقت نسأله جواباته ما بتكون كتير دقيقة، ما بتوصلنا لشيء، فبنعتمد كتير على التشخيص البصري. أحيانا أنك تلعبي بموضوع ما ممكن يغير بتشخيصك، ممكن يغير بتقدير الطبيب للإصابة، ليش من الباب لا بوقع حالي بخطر ولا بضيع مريض طبيبي، بحمل حالي بحمل أقرب مستوصف مشفى ويفضل بالنهار تراجعوا الطبيب. طب دكتور، خلال التشخيص شو هي الحالة اللي هي تحسس دوائي وشو هو شكل التحسس انه هو لا تحسس من الاكل؟ فينا نفرق بيناتهم؟ لا صعبه الموضوع، لانه هي كل حالة شكل. كل حالة شكل. لانه كل مريض شكل، يعني تحسس يعني دوائي اللي احنا بنقعد نستجوب المريض ايام نص ساعة. تماما. يعني نقطة. في كثير عالم بيتحسسوا من نوع من الاكل وبيتهموا الدواء ولكن ما بيقدروا يكشفوا انه صح. بس انا بدي لك على قصة، هي قصة صارت معي من شي 20 سنة. اوكي. اجاني مريض بزمانه معه دائما يجي حالة شري. هلا بحكي بصراحه ان شاء الله يكون عم بيسمعنا، صار له 20 سنه هذا الزلمه عوفني حالي صدقا، عم بحكي جد، لا خليت دواء لا خليت متابعه، ما في عيار الدواء عنده 4-5 ايام تجي الهجمه، ما خليت دواء ما خليت لهجمات مناعه ودخلت ادويه السرطان ولا في مجال، بدها ترجع له بدها ترجع له. لحتى يوم من الايام يعني بعد سنه من المتابعه، وانا والله العظيم صرت اعتبره واحد من العياده، يعني انه هذا وجوده بالعياده طبيعي، ما في خمس ايام لا حدا بينطوا على الدور ولا حدا بوقفه على موعد ولا باخذ منه وحاطه بس دقيقتين بس ايه، انه هذا بفوت من الباب راسا لعندي بده يحكي لي همه، وصرت انا اكل هم جيته، يعني هي عم بحكي بصراحه. فما بنساها الحاله، يعني بتذكر انه بقيت شي سنه عم تبع معه. لا على سيرة انه شو هي الحالة لفرجيك قديش ممكن الموضوع احيانا يكون معقد. تمام. طلع بالاخير كلمة حكاها بعد سنة هي اللي كشفت كل القصة. أوف. هو كان مرشد صيد بيطلع مع الناس الصيادين على الجزيرة، مرشد للصيد مناطق الصيد. شو قال لي؟ قال لي والله يا دكتور صار لي فترة ما طلعت على الشغل، اجوني ناس وطلعت معهم على الصيد وارتحت، قضيت معهم 15-20 يوم انا ما في مبلا، انا رجعت على البيت فت تدوشت طلعت رجعت القصة. خطرت لي من باب كلمة دوش، انه هو صار له 20 يوم ما عم بيتدوش، هو عم بيتحمم برا بس ما عم يتحمم ببيته، زي ايش طلعت القصة؟ هي الكمخة اللي بتكون بأرض الخزان، نحن خزانات بلدنا لو كل واحد بيفتح خزان بيته بلاقي هالقد وسخ. يعني هذا بحس حاله قاعد عم يتحمم من المستنقع، نحن بنشوف الحنفية عم تلمع، ست البيت المغسلة عم تلمع، لكن المستنقع موجود بالخزان فوق. تمام. طلعت هاي كان خلنا الخزان، رحنا قلنا له روح نظف الخزان نظفه وظبط لك شغله، وفعلا طاب من بعدها. طلعت هي ما بعرف شو العامل الوسخ المتراكم، هو اللي عم يتحسس منها، وزلمه قاعد ببيته كل كام يوم فوت بيتحمم
وبيجي بيتحفني بالحكي تبعه لمدة سنة لحتى عرفنا القصة من هون. فممكن ما تخطر على بال حدا يعني، هاي أنا ما بنساها إنه ما طلب لحتى راح غير الخزان وقتها ما بعرف شو عمل فيها، مهم اللي طبط وخلصنا من القصة. فأحيانا أنت الموضوع ضبطة ما بتتخيلي قديش ممكن يكون صعب. يعني إنه نحن نكشف شيء موضوع تحسس، في حالات بتجيني بيجي المريض معه تحسس على أدوية الحساسية بعدين كشيله دواء. أنا في حالات كتير ممكن تمر، صحيح ما أنا كتير شائعة لكن بالعمل بتمر، بتلبك يعني الطبيب بتلبك إذا بيكون خبرته 100 سنة بدأ تلبك لأنه أنت عندك أدوات. فإذا أنت ما في شيء واضح أصلاً تمام، أنت لحنا بدك تعتبرينها مثل الجندي، هلا بتعطيه بارودي بتقولي له بتقطع فيها من هون لهون، بتعطيه مدفع بيقطع أكتر. طيب إذا ما أعطيتي شيء هو هون مشكل. أحياناً بنوصل لمرحلة إنه السلاح اللي بين إيدينا اللي هو الدواء بسكر كله وبوقف، بتصير بننجأ لشغلات ممكن تكون بنعتمد فيها على الملاحظة على التجريب. التجريب تماما وقف هاي شيل هاي، احيانا حتى التحاليل ما بتعطينا النتيجة اللي احنا بدنا اياها. فكتير الموضوع معقد ما بهالشكل هذا. اكيد دكتور بالختام نصائح اخيرة. الله يحمي الكل، امين. راجعوا اطبائكم، لا تمارسوا الطب بشكل ذاتي، لا تقرروا انه تحسستوا على الدواء وتوقفوه. اي مريض ياخذ دواء يلتزم فيه بشكل دقيق، ما يقرر من عنده، ما يخاف من دواء اللي بيعطيه الطبيب، يخاف من تقديره لانه هذا التقدير اللي بيقوم فيه المريض لمشكلته هو بده يعتبر انه 90% جهل، حتى لو فتح 100 صفحه فيس وقرا فيها او 100 صفحه جوجل او موقع جوجل وقرا فيه. الطب طب، يراجع طبيبه دائما ان كان بمرضه ان كان بعلاجه ان كان بمشاكله مع علاجه. الطبيب اقدر على معرفة الخطأ اللي ممكن يكون شخصي ما شرط بالضرورة هو الدواء. نعم طبعا. ومن نقول كمان بملخص حديث حضرتك دكتور انه ما في علاج بالبيت فينا نعالجه، لازم دائما نراجع الدكتور، لا اعشاب لا عسل ولا اي هدول الانواع اللي الامراض الجلدية اسمها امراض، ما في شيء جلدي ما بيتصنف تحت بند مرض. والمرض يعني طبيب ودواء. نعم اكيد. أوت. نعم لنشكرك كثير دكتور هايك سربيان، ميرسي كثير لك ويسعد لي صباحك. شكرا كثير دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمه واكيد نشوفك بحلقه قادمه. وهلا يا ليا حننتقل لفقره، اقامت جمعيه رواد الفكر التنويري وبالتعاون مع مديريه خدمات الانصاري التابع لمجلس مدينه حلب حمله تشجير ونظافه في الحديقه. التفاصيل مع مراسلنا وليد هنايا. أقامت جمعية رواد الفكر التنويري وبالتعاون مع مديرية خدمات الإنصاري التابع لمجلس مدينة حلب حملة تشجير ونظافة في حديقة رودكو بمنطقة العظمية. مساحة الحديقة حوالي 4000 متر وهي مربعة الشكل وتشكل متنفس لأهالي منطقة العظمية وسيف الدولة والأكرمية وجزء من صلاح الدين. وتضرر الغطاء النباتي نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة، وحاليا يقوم مجلس مدينة حلب بالتعاون مع رواد الفكر التنويري بإعادة تأهيل الغطاء النباتي لهذه الحديقة. التعاون طبعا كمان مع مديرية الزراعة، أخذنا منهم بأسعار جيدة، حصلنا على عدد منيح، وكل سنة عم نشجر حديقة وخصوصي الحدائق بالأحياء الشعبية بتكون متنفس لأهل الحي. هذه الجمعية تعنى بالفكر والمثقفين، تضم نخبة من المثقفين في مدينة حلب، إلا أننا حاولنا دائما نحاول دائما زرع الابتسامة على وجوه الشعب في مدينة حلب. أضفنا شغلات هي أشجار مثمرة ولكن تحاكي الحراجية من حيث تحمل العطش مثل التين مثلا على سبيل المثال. وتأتي هذه الحملة التطوعية والتي شملت زراعة 500 شجرة بهدف غرس حب العمل التطوعي في نفوس الشباب. كمتطوع يعني احنا عم نحب نشتغل بايدنا لحتى نزرع ارض بلدنا ونرجع نرجع بلدنا خضراء مثل ما كانت. الغطاء الاخضر هو الرئه اللي تتنفس فيها المدينه، ونحن بنتمنى انه ترجع بلدنا خضراء مثل ما كانت. طبعا هو البلد الحضاري لازم يكون فيه عمل تطوعي، وكل ما كان العمل تطوعي اكثر هو بيكون بلد حضاري اكثر. المشاركون اكدوا على اهميه العمل التطوعي الذي يسهم في مرحلة العمار. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.
ليا ابداع أكيد. اكيد بدنا نكفي مع الابداع، خلينا نحكي عن ابداع ايادي سوريه. أوكي. تحدي زمن الحرب، من الدموع صنيح الفرح، من الحصار صنع الابداع. سيدات استطعنا ان يعيدوا الامل الى الحياه من خلال مشاريع صغيره لحرفه تدوير الاقمشه التراثي يلي كان لها صدى كبير بعام 2020 من خلال معارض سنوية ومحلية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة البيئة ووزارة السياحة. أما عن شتاء 2021 رح نتعرف على التحضيرات أكيد مع الدكتورة سحر بصير صاحبة مشروع نحلات سوريا والسيدة إيمان قوشحة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا فيكي. صباح النور، يسعد صباحكم. بالبدايه دكتوره يسعد صباحك، خلينا نحكي بالبدايه شو محضرين ل 2021؟ يعني عودتونا دائما بابداع جديد، هلا رح نفرج المشاهدين ونتعرف اكثر لكل اللي ما بيعرف يمكن مشاريعكم عن القصص اللي بتعملوها انتم، ولكن بالبدايه بال 2021 شو هو جديدنا اللي بلشنا فيه؟ هلا نحن بدينا الفكره بالخريف 2020 بانه هالقدره يلي ساويناها بمشروع خلايا النحل صار عندنا نحلات. فهالنحلات هن السيدات اللي بيشتغلوا بالتدوير الاقمشه، وكان في ضروره انه نعمل هالمسابقه او المعرض يلي هو يدل على انه هالقدره هي عم تتطور لحتى توصل لمرحله التسويق وان شاء الله التسويق العالمي كمان. اكيد. فبال 2000 بخريف 2020 اعطينا الخطوط العريضه للفكره بانه رح يتكرر هالمناسبة حتتكرر كل 3 اشهر، وهيك هو ادائها العالميا بيستعملوا هالطريقه. فوعدنا وقتها بشتاء 2021 والحمد لله، يعني طبعا برعايه وزاره الثقافه. هلا نحن بمركز ثقافي كفر سوسه ب 23 شباط 3 القادم ان شاء الله رح نكون بشتاء 2021، ورح يكون في منتجات حلوه رح يصير فيها تنافسيه، ويطلع حتى تبع القطعة الرابحة، والسيدات متحمسين وعم يطالعوا إبداعات على قطعهم. يعني فهذا كان يعني هي الفرصة شلون بدنا نبلش نعمل هالتنافسية ليصيروا السيدات يبذلوا أكبر جهد ممكن ليطلعوا أحلى شيء عندهم. أكيد. يعني والحمد لله في شيء، في مفاجأة أكيد. كيفك؟ صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن تجربتك بالمشاركة، أنت كنت متعلمة هالحرفة قبل ولا تعلمتيها معهم؟ خلينا نحكي عن تجربتك من لما اشتركتي وصرتي مع مجمع نحل. بالحقيقة أنه أنا تعرفت على الدكتورة سحر وكنا معها بمشروع خلايا النحل اللي حضرتها هي يعني أنشأته، واستمرنا وتعلمنا الطريقة واشتغلنا ووصلنا لهون. وأنا كنت شاركنا بمسابقة قبل هاي المسابقة الأولى، كانت بزمن الكورونا كنا قاعدين ما عم نعمل شيء ومشتاقين لنجتمع نرجع ونشتغل بهالشغل الحلو. ففاجأتنا الدكتورة انه اتصلت قال حنعمل مسابقة ونرجع تمام. فأحيت فينا هيك يعني النشاط واشتغلنا. والحقيقة كان معنا وقت الحلو انه هلا اول شيء هيك ارتعبنا شوي انه نرجع ونشتغل وصعب وما في طلعة وما في فوتة، بس لا يعني شدينا الهمة واشتغلنا وطلع الحقيقة شيء كتير حلو. تمام. وكل واحدة شو في هيك أفكار براسها حطتها بهي القطعة. أنت شو هي كانت فكرتك ومين علمك أنت على هالقصة بالضبط؟ يعني وقديش أخذتي فترة لقدرتي تحترفي هاي القصة؟ قصدك الخياطة يعني تعني. وهو أنا مالي علاقة فيها بنوب يعني. ما بقى هو شغف، هو حب، هو الطريقة الحلوة اللي طرحتها الدكتورة سحر انه كيف يعني ومشروعها واللي حكته هي عن مشروعها، فهذا حفزنا. وانا حدا عندي ايمان فيها وايمان بانه لازم نعمل شيء نحن كسيدات. يعني انا حالي انه ما بيصير هيك ضل قاعده يعني، وممكن انا اتعلم لاخر يوم بحياتي، ما شرط وما في شيء بيوقفني يعني. حلوة وتعلمنا شغله حلوه. فبقول لك انا القطعه مثلا اللي عملتها
كانت هيك بظل كورونا وهالحرب وهالقصص اللي هي، فشكلتها من قطع. انتم بتعرفوا طريقتنا هي انه نحن من فضل الاقمشه، تدوير اقمشه اللي عنا موجود بدك تخلقي منه شيء. فانا قلت يعني قد ايه هيك انه صار دمار وصار قصص ما حلوه وهيك، فكانت هي لوحتي عباره عن تقريبا طبقات الارض، يعني مثلا في لسه الارض هي فيها خضار وفيها صحراء وفيها، وبالاخير كلياتها لو تدمرت كلها لا سمح الله بالاخير في ورده صغيره، انا هيك كانت لوحتي بالوسط بالمركز في ورده صغيره حمراء طلعت وراها اصفر الالوان، هي الوانها كانت كثير حلوه يعني الوان الطبيعه كلها. فانا هذا اللي بقوله انه ما لازم نوقف وفي شيء لقدام الوان الامل. يعني دكتوره سحر نحن رح نحكي اكثر، ولكن بس خليني افرجي المشاهدين لحتى اعرفكم عن مشروع نحلات سوريا. هن بيعملوا إعادة تدوير من القمايش يلي موجودين ممكن بالبيت لحتى يعملوا فيها شيء بخص إما المخدات أو الأغطية أو بيساعد بديكورات المنزل، وله علاقة كتير بالشام. وأيضا في من المحافظات السورية، كل حدا شارك بمنطقته شو ممكن تقدم أو شو اللباس أو شو الألوان يلي بتختص فيها منطقته. اليوم خلينا نحكي عن هي النقطة، اليوم عم نشوف النحلات السيدات السوريات مثل ما ذكرت السيدة إيمان إنه هي ما بتعرف تخيط، ولكن كان في شيء عامل جاذب، في شيء غيرة من بعض السيدات إنه هن بدهم يعملوا شيء، بدهم يقدموا شيء على أرض الواقع. اليوم نحن قديش صاروا هدول السيدات هن ممكن معيلات، هن يحققوا دخل، هن من ضمن مشاركتهم حتى نفسيتهم يعني تحسنت أكثر. هلا هون في عنا شغلة إنه نحن كانت هو، أنا بقول ودائما بقول لهم إنه مو الفضل لإلي، هو أنا بس قرأت الحاجة، يعني الحاجة الاجتماعية عند النساء بأنه هن يعملوا شيء تغيير يعني حقيقي، بحس أنه نحن نحقق لنسميها مرحلة تطور، ما لح نقول قفزة يعني. أنا هون هذا الشغل لقيته أنه هو شيء منقدر يعني يكون موجود على مساحة سوريا. ولما تشكلت الرؤية بذهني شفت معمل كبير ما إله هو أبنية وحيطان، لقيت إنه النساء قاعدين ببيوتهم بمساحة سوريا وبيعرفوا يعملوا نفس الشيء، هن هي معرفة قديمة تمام. فأنا حسيتها هي رمزية تعطي الفكرة لأي سيدة إنه فيكي تعملي أي شيء بدك إياه بالموجودات اللي بين إيديكي، تبدي بإنه والموجودات تختلف، قد تكون أشخاص، قد تكون إمكانيات، قد تكون رأس مال، أو بس هي بتقدر تبدأ وتحط أول شيء القرار، بالقرار بإني أنا بدي أعملها، شو في معي موجودات. فصار هو المنهج التدريبي حامل لهي الفكرة، وأنا بعتبره منهج تنموي تراثي، وأنا ما بعرف إذا هالكلمة موجودة بالعالم يعني، بس أنا سميته لحتى هو يصير نوع من أنواع القانون يعني. فقوننت هذا الحراك النسائي، أنا حدا منهم فأنا بعرف الاحتياجات من نفسي أكيد. فالاحتياجات اللي كنت أنا حاسة فيها كنت يعني اطرحها بصيغة قوانين يقوموا هن يتلقفوها بطريقة عفوية لأنه هن حاسين فيها مثلي. فكانت هو البيئة اللي حصلت بزمن الحرب عملتنا مجموعة بشرية إلهم نفس الاحتياجات، فأنا كطبيبة يعني وبحاجة ويملكون الإبداع يعني أنا كطبيبة بالأساس طبيبة أسنان تحديدا، فأنا قدرت أقرأ الحاجة بأن بدك ترجعي الوظيفة الحيوية للإنسان، لأن إحنا عموما بنصلح أسنان مشان نرجع ناكل يعني ونبقى نعيش. فهي استعادة الوظيفة للمجتمع، حاولت هيك عملها بصيغة دوائر يعني متداخلة، بأنه نحن عنا حاجات للبقاء فيها شيء نفسي وفيها شيء يعني إنتاجي، لأنه هذا بيفتح نافذة للمستقبل لكل واحدة منهم حسب أحلامها. يعني هلأ في سيدات هلأ عملوا مشاريع صغيرة وعم يجيهم مردود بس ضمن الإمكانيات البيئة هلأ اللي موجودة الاقتصادية، بس يلي بدها تستثمره بهذا الاتجاه عم تستثمره،
ويلي بدها تستثمره للدعم النفسي إلها عم تشتغل عليه. فهلأ هذا الإبداع اللي حكته المدام إيمان إنه هي كانت في حاجة للتعبير بأنه نحن شايفين هذا، فهي عمل فني بالناتج وحرفي، وهن صاروا مؤهلات معهم شهادات من اتحاد الحرفيين، هي يعني معترف فيها بالعالم، فهي تعتبر حالها مع أداتها يلي فيها تتحرك فيها كحرفية كفنانة وكامرأة سورية حاملة لثقافة قديمة، واستثمرناها هلأ لنطلع نتحرك كقوة إنتاجية الحقيقة. وأنا عندي هي الفرصة لما قلت نحلات سوريا معناتها أنا عم بعلن عن مرحلة جديدة. إحنا كنا المنطقة هي المكان دمشق وجمع شوي من سويداء وبعض المحافظات، ولكن هلأ بلشنا نفتح نقول أهلا وسهلا بكل السيدات اللي بيشتغلوا تدوير أقمشة بسوريا، ولح نسميهم نحلات لأنه هن صانعات حتى العسل. كلهم ببيوتهم عم بيشتغل بس بنفس الوقت لو ببيوتهم عم بيشتغلوا. أنت شكلتي حالة اجتماعية هامة. نعم أكيد طبعا. نحلات أول ما بلشت مو مثل هلأ انتشارها الواسع وين ما كان الكل بيعرف فيكم، يعني هذا الشيء كثير نجاح كثير كبير. فضلكم كمان لكم يعني أكيد يعني أحياء تراث قديم يعني هاي. نعم. كمان مهمة كثير. هو قرار نسائي يعني أنه نحن ما رح نتخلى عن الانطلاقة العميقة للمجتمع السوري لأنه هي رصيدنا الجماعي. أكيد. والمرأة بس تكون منتجة أكيد بدها تكون أقوى، يعني أقوى نفسياً أقوى بكل شيء. خلينا نحكي هلأ شو عم تفكري بشيء، شو هي مسابقتك الجاية، شو حتشتركي، وكيف أنت يعني المهنة تبعك بلشتي فيها، هلأ شو تطورتي فيها، وين صرتي، كيف تطورتي؟ هلأ المسابقة القادمة كمان حأعمل، وهو خلصتها تقريبا. أو عملتي أنجزتها تقريبا، عملت رائعة يعني عمل رائع بشهادة الدكتورة طلعت رائعة. بس إيه فأنا إذا بدي أقول إنه قديش تطورت، واو يعني بدي أحكي كتير كتير كتير، في نقلة نوعية جدا بشغلي وباختياري للأقمشة. هلأ صحيح هي الأقمشة اللي موجودة بإيديك هي اللي أنت بدك تساويها، بس بتصير عندك يعني بتصير عندك خبرة بالبحث عن عن نوعيتها، بالفكرة اللي بدك تجسديها. وفي شيء حلو بشغلنا إنه أوقات بتضيع قطعة منك، يعني في شيء في فكرة بترك شوي يوم يومين برجع بلاقيها بلاقي القماشة. والحلو أكثر إنه ما يعني شغلكم مو إنه تفتحي يوتيوب تلاقيها قطبة جاهزة تعدي تفزيها، لا هو إبداع ذاته. خلينا كمان نشوف هاي القطعة. شوف القطعة الثانية. هي هدول اللي جبتهم أنا بعض معروضات المعرض. تماما. يعني حتى يبين سيدة من السويداء اسمها كرملين درسلان، ويلي لح كلفناها يعني مشكورة بأنه تعمل محاضرة بالمعرض عن تدوير الأقمشة التراثي السوري بين القديم والحديث. وهي الحقيقة نحلة مدربة وعندها مشروع صغير. طب قدي صار للسيدة اللي عملت هاي بالمشروع من البداية وهي من المؤسسات، وهي صارت يعني هلأ تعلم. هلأ أنا برفع المؤهلات العامة عموما، كل حدا بلاقي عنده قدرة بقوم أنا بتخلى عن جزء من الوظيفة وبقول لها أنت اعملي المحاضرة. هي بتحس حالها رد بامتحان، بس أنا بدي أنه كل الفريق يعني عندي هلأ هاي المرة في عنا تخريج لنحلتين بيصيروا 42 شهادة إثبات حرفة، فهن عندي 42 مدربة مستوى. هاي غير يلي تدربوا وما اخذوا شهادات يعني، فنحن صرنا طاقم يعني وحاسين حالنا بقى هلا صرتوا عائلة واحدة، وروحكم الجماعية كتير حلوة وصاروا كلهم يعني. نحن مثلا وقت قالت بكورونا انا كله اشتغلته التواصل معهم كان على النت. تمام. عملت دورة مثلا جديدة على النت بالكورونا. أكيد مثلا الحداثة يعني. هاي القصة نتمنى لكم كل التوفيق. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا اليوم واكيد اقبالكم بنجاح قادمة ان شاء الله. بنتشرف فيكم وبالناس وبالمعرضنا ولسه الجاي احلى. موفقين يا رب. شكرا كثير لك دكتوره سارة سحر، شكرا كثير لك مدام ايمان. موفقين يا رب ولكل السيدات والنحلات السوريه. شكرا لاستقبالكم. اهلا وسهلا. هلا مشاهدينا فخلينا نروح الى حلب الشهباء.
حيث تستعد اليوم لاستعادة ألق دار الكتب الوطنية، أحد الصروح التي كانت مكان لجمع المثقفين والدارسين. خلينا نحكي أو نتعرف على التفاصيل أكثر مع مراسلنا بحلب أحمد صادق. جبال استعادة ألق دار الكتب الوطنية أحد الصروح التي كانت مقصدا لكل المثقفين والدارسين، وذلك بعد تعرضها للإرهاب خلال سنوات الحرب التي نال من أركانها تخريبا ودمارا. نحاول أن ننطلق انطلاقة سريعة وهامة جدا في دار الكتب الوطنية لتبقى منبرا هاما ومحجا لكل الأدباء والمفكرين، ليس في حلب فقط وليس في سوريا بل في الوطن العربي. وسنضع برنامجا هاما إن شاء الله في المراحل القادمة لننطلق، لأن حلب تستحق منا هذا الاهتمام وهذا الحب. ودار الكتب الوطنية تعتبر من أهم الأقانيم السياحية والفكرية والحضارية في مدينة حلب، إضافة إلى قلعة حلب وساعة باب الفرج والمتحف، ولها في وجدان الحلبيين الشيء الكثير. أهم معلم ثقافي حاليا تم ترميمه هي المكتبة الوطنية التي تتوسط المدينة الأثرية التاريخية جانب الشيراتون وجانب ساعة حلب الأثرية. المكتبة التي تضم في جنباتها أكثر من 100,000 كتاب تقريبا، فيها تم ترميم قاعات المطالعة، تم ترميم المسرح، الأعمال الكهربائية، أعمال إنشائية بشكل عام. حلب مدينة الحضارة والثقافة، حلب التي مرت عليها الحضارات المتعاقبة، مر عليها الدمار سواء بالزلازل أو الحروب أو الحرب الظالمة التي مرت على بلدنا الحبيب، لكن نهضت وسارعت إلى الترميم، لأن الثقافة هي بروح كل مواطن في مدينة حلب وفي سوريا بشكل عام. حرصا على أهميتها التاريخية والأدبية وعودة إشعاع حضاري التي تضم فيها أندر الكتب القديمة وأهمها وتستقبل الباحثين وطلبة الجامعات، تمت أعمال الترميم فيها على مرحلتين. تضمنت القسم العلوي من قاعة المطالعة التي تتسع ل200 زائر، وإعادة تأهيل للمسرح الذي يتسع ل300 كرسي، باعتبارها أهم معلم ثقافي في حلب وأقدم مكتبة في سوريا. ومتابعين أكيد سمر من الإبداع السيدات السوريات، رح ننتقل إلى العمل التطوعي والشباب السوري اللي دائما هو عم يبدع ويحس بأخوه السوري. رح نحكي عن مبادرة شبابية انطلقت من مدينة النبك، كان لها العديد من الأهداف والدوافع ومرت بالعديد من الصعوبات، لكن إصرار الشباب على تحقيق الهدف كان أكبر. لحتى نحكي أكثر عن المبادرة ولحتى نحكي أكثر عن عمل المبادرة الشبابية، بس أنا رحب بالأستاذ علي مالك، هو صاحب فكرة المبادرة. صباح الخير أستاذ علي. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. وأيضا بدي رحب بصبحي فخر الدين متطوع في المبادرة، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الخير، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن المبادرة، كيف طلعت ببالك الفكرة وشو الهدف منها؟ المبادرة بلشت من حوالي سنة تقريبا، هدفها تقديم الدعم للمجتمع المدني وللمؤسسات الخدمية بالنبك. نحن بلشنا بتنظيف مدينة النبك وإزالة الأنقاض المتراكمة، وتطورت الفكرة، بلشت يعني نتيجة العمل الموجود على الأرض صارت المتطوعين تجي لعنا عن مبادرة وانطلقنا. نعم، يعني أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. فيك يا يعني صباح. يعني سيد صبحي، نحن عم نحكي عن بالبداية تنظيف منطقة النبك، هي مجموعة من الشباب، ولكن هل كان في مساعدات إن كان من أدوات أو إن كان من يمكن شيء إنه نحن يساعدنا بتنظيف أسرع وقت، ولا اعتمدنا على اليد البشرية؟ هلا بشكل عام مجتمع النبك هو مجتمع
بيحب التطوع، يعني مجتمع بيحب يعطي كريم، بيحب يساعد بكذا مكان، يعني مو بس بالتنظيف فقط. فنحن اللي واجهناه الشيء الحلو انه نحن وين ما نطلع باي شارع بتلاقي ختياره بتطلع بتضيف شيء، بتلاقي مطعم بيعطي فطور للعمال للحدا اللي معك، كلمه حلوه شكرا صباح الخير يعطيكم العافيه، هذا الشيء كله بيعطي دعم للمبادره يعني. وبالنهايه نحن شباب كثيره متطوعين داخل المبادره، وفي عمال موجودين طبعا. المتطوع ما عنده شيء يعني بتحسي بتطلع خلص انه انا طالع بدي اقدم شيء لهالبلد، بيلاقي نفسه بهذا المكان تمام، انه انا بدي اعطي شيء، حاسس هالشيء بده يكمل البلد لنبني مستقبل حلو. بشكل عام شيء حلو يعني، كلمه حلوه ولو كلمه حلوه من العالم تكفي. اكيد هذا هو الشباب السوري اللي نحن بنفتخر فيه. خلينا نحكي كيف عم يكون الاقبال على المبادره، بلشتوا من سنه لهلا، كيف تطورت المبادره من لما بلشتوا فيها لهلا؟ هلا نحن بدينا في التنظيف وترحيل الانقاض، المرحله اللي بعدها دخلنا كان دخل شهر رمضان الكريم، فدخلنا مبادره نعمه، يعني حمله نعمه. نعمه قدمت وجبات افطار صائم نتيجة دعم أهل الخير إلها وإيماناً في العمل اللي شافوه على الأرض. فقدمنا وجبات رمضانية للإفطار حوالي 1200، تعدت 1200 وجبة باليوم يعني بشكل يومي. انتقلت بعدها المرحلة الثانية، كان دخل جانحة كورونا على البلد، فنحن اشتغلنا فيها، أمنا تم من أهل الخير تأمين أسطوانات أكسجين بمساعدة معمل أكسجين النبك، بدعم معمل أكسجين النبك وهيئة مشافي القلمون ومشفى النبك، فقدرنا نأمن الأكسجين للمصابين لبيوتهم لمنازلهم، بالإضافة للوفيات. كمان شكلنا فريق درب بوجه السرعة و قام بعملية الدفن تمام. يعني دفننا الموتى. كيف عم تقدروا تحموا حالكم بالكورونا؟ عم تتعاملوا مع أشخاص عندهم كورونا؟ هلأ نحن سوونا دورة في مشفى النبك، يعني سوونا دورة وأخذين كافة الوقايات اللي كانت، يعني لباس كامل، تجهيزات كاملة، فكنا حامين حالنا بناء على التدريب اللي أخذناه من مشفى القلمون. نعم. خلينا ننتقل عند سيد صبحي ونحكي عن العمل التطوعي. بالبداية من سنة لهلا قديش العدد؟ كيف بلشتوا العدد التطوعي وكيف صار؟ ذكرت ببداية حديثك انه لما بتتجولوا بالمنطقة في ختيارة، في محل، في ناس بتضيف، اكيد يعني اهل الكرم يعني اهل مثل ما بيقولوا بالمعنى الكلمة. خلينا نحكي اليوم قديش شعور المساعدة، شعور التطوع هو مهم، هو موجود داخل كل حدا فينا، ولكن نحن كيف جمعناهم كجروب وكيف صرنا عائلة وحدة، وحتى اللي منروح منساعدهم كمان صاروا أهلنا. هلا نحن بالنهاية شباب النبك مرتبط ببعضه كتير، يعني المجتمع معنا كتير كبير فكله بيعرف بعضه تماما. فاليوم كلمة مني لرفيقي بالشلة بالسهرة، كلمة لرفيق تاني بالحارة، فمنصير ندل بعض، خاصة انه نحن الجامعة قريبة علينا، جامعة القلمون. صحيح. فالكلام بينتشر بشكل سريع، فبصير واحد يعني كلياتنا في جواتنا بذرة حلوة بس بدها دفشة صغيرة يعني. واغلب الشباب هلا هن بحاجة الى فرصة عمل، ويمكن العمل التطوعي هو عم يجي داعم انه هن يطلعوا من حالة قلة فرصة العمل او قلة ممكن بسبب الظروف الصعبة يلي مرقوا فيها، حتى للنفسية، والعمل التطوعي بيدعم النفسية اكثر. بالنهاية اللي بيشتغل بس مشان يجمع مصاري ما بيلاقي نفسه، اما وقت بيشتغل هو عم يجمع مصاري وهو بنفس الوقت عم يدعم شيء تطوعي جواته، بيندفع للشغل، ان كان للشغل المادي وان كان للشغل التطوعي، بصير بيحسن يوازن بين شغله وبين عمله التطوعي، بين دراسته وبين عمله التطوعي. ومثل ما قلت لك نحن هذا الجروب انجمع يعني الكلام الحلو بين العالم، كلياتنا جواتنا بس هيك دفشه صغيره بيقول لك اطلع. قد ايه عددكم صار؟ نحن حوالي بس المتطوعين حوالي 30 شخص. كتير لحد هلا طبعا 30 شخص من سنه لهلا، شب وصبيه، شب وصبايا، 30 شب وصبيه. خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي، كيف عم تكون وكيف كيف بتتم المشاركه؟ يعني هلا اي حدا عم يتابعنا حاب يتطوع معكم عن طريق كيف؟ مع مين بيحكي؟ مع مين بيقدر يتواصل؟
لا نحن لنا صفحة على الفيسبوك مبادرة لأجل النبك، التواصل عم يكون عن طريقها، ونتيجة العمل على الأرض كتير صار في إقبال علينا. يعني هلأ في حوالي في المبادرة الجديدة هلأ اللي صار اللي بلشنا فيها، خلينا نحكي عنها أكثر. شو هي المبادرة الجديدة؟ هي دعما لقائد الوطن. تمام. دعما لقائد الوطن، وبالمناسبة الاستحقاق الرئاسي القادم قررنا أنه نقوم بتجميل مدينة النبك، نكون مهيئين لحتى نستقبل هذا الاستحقاق. تمام. فأمنا رجعنا بدينا من البداية في عمل ترتيب النبك وتنظيفها وتجميلها لتكون جاهزة للاستحقاق هذا. فهلأ صار في علينا أقبال، يعني هلأ صار في تقريبا رح نزيد نصير حوالي 47 شاب وصبية. تمام. نحن تقريبا إن شاء الله بنكون جاهزين ومستعدين لهذا الاستقبال استحقاق إن شاء الله. سيد علي، يمكن ظروفنا يلي مرقنا فيها الصعبة هي صارت توجهنا كيف بده يكون عملنا التطوعي. مزبوط. يعني المرق علينا ما نو سهل، ومحبتنا لبعض هي اللي هونته. يمكن خلينا نحكي نحن حضرتك كصاحب الفكرة أو يعني الجامع، خلينا نقول هالعيلة، كيف بتختار الوقت المناسب لإطلاق هي المبادرة إن كان؟ فنتيجة على الأرض يعني نحن مثلا كنا جاهزين لجت مرحلة رمضان، بعد إجت جائحة كورونا، بعد هلأ في عنا استحقاق، فهذه الأفكار عم تجي وراء بعضها. ولكن في أولوية، في هي الأولوية اللي عم تحكم علينا على الأرض هي هذه. بس يعني نتيجة الأعمال كلها إن شاء الله إنه رح نتطور أكثر وأكثر، ورح نجمع أكثر وأكثر. يعني مجتمعنا في النبك مجتمع أهلي، صاحب كرم، صاحب شهامة، في يد خيرة كتير في عم تساعد. أكيد في البداية خلينا نحكي عن التشبيك مع اليد الخيرة أو كان جهات أو جمعيات تانية لحتى تحققوا هذا العمل على أكمل وجه. هلأ في البداية كان السيد ماهر أبو ليلى هو الداعم للفكرة وللحملة وللمبادرة. بعدين وقت شافوا أهل الخير الأعمال صاروا يكفونا أهل الخير، صاروا هن اللي يجوا ويطلبوا منا ننفذ لهم أعمال. والحمد لله كلها كانت رائدة وعلى مستوى وعلى مستوى الفكر وتحمل المسؤولية. هاي هي هون تحمل المسؤولية. يمكن المتطوعين يكونوا طلاب بالجامعات، ممكن يكون عندهم وظيفة تانية، كيف عم تقدروا تنسقوا بين عملكم التطوعي الإنساني وبين شغلكم أو بين دراستكم؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. وأكيد خلال هاي السنة مرتوا بكتير تجارب، ممكن تكون حلوة ممكن تكون صعبة، خلينا نحكي عن أحلى تجربة مرتوا فيها وكمان أصعب تجربة. يعني السؤال لكم أنتوا الاثنين. تمام. هلأ أحلى تجربة، هلا هي والعمل التطوعي كله حلو. تمام. يعني كلمه المبادره وقت من فيه مجتمع بمكان معين من 7:30 الصبح منقسم بعضنا، هي هالاليه هي لحالها فيها شيء حلو يعني. فكل العمل ككل فيه شيء يعني خلص بدفعك لهذا العمل. هلا عمل نسق نحن هو قسمين الشباب، يا اما عم يدرس يا او عم يشتغل. اللي عم يشتغل هو بيحسن يوازن الصبح بين شغله وبين العمل التطوعي. نقسم نفسنا مجموعات، حدا بيجي انه اليوم انا وقتي فاضي. كم ساعة باليوم تشتغلوا؟ بنطلع على 7:30 الصبح بنجتمع، بنباشر 8 بتخلص الحملة الساعة 3. احيانا بنضطر بتزيد نص ساعة بتنقص نص ساعة حسب الوضع الموجود، يعني حسب الشيء اللي مقسمه الاستاذ علي. بيقسمنا اليوم في المكان الفلاني تنظيف، اليوم في المكان الفلاني بدنا نوزع له بمشروع نعمة، اليوم عنا مريض او مريضين ثلاثة بموضوع الكورونا بدنا نأمن لهم اكسجين. التنسيق اخر شيء عند الاستاذ علي بموضوع الاوقات يعني. ولكن بالنهايه الشباب هن هذا القسم، قسم اليوم بيقول لك انا معطل بدي احسن داوم معكم بالعمل، اليوم انا بحسن اخذ اجازه من وقتي وهيك يعني الموضوع. طيب اصعب موقف مر معكم خلال هاي السنه؟ كمان ممكن نحكي عن اصعب موقف واحلى موقف كمان من لما بلشت المبادره لليوم. هلا اصعب، انا برايي اصعب موقف هو وقت قعدنا ندفن نقوم بعملية دفن مريض كورونا. الله يرحمه. هذا أصعب موقف. وأحلى موقف إنه وقت نحن نقدم قنينة أكسجين لمريض كورونا ساعدوا بالشفاء. هي أصعب موقف
وأجمل موقف. هذا اللي مرينا فيه. نعم سيد علي، ضمن المبادرة ذكر سيد صبحي هلا مبادرة النعمة. نعمة نعمة، خلينا نحكي عن الأسماء ونحكي عن المبادرات أكثر، نتعرف عليها أكثر. هلا مبادرة نعمة هي الفكرة قامت إنه من حفظ النعمة. يعني مثلا بدينا الفكرة إنه أنت بدك تطبخ ببيتك أربع أشخاص، سويهم خمسة، نحن بنجي لعندك على البيت بناخد الوجبة الزايدة بنروح بنوصلها للمحتاجين أو للمستحقين. هلأ بلشنا أول يوم شافت الناس، طبعا أول يوم بلشنا نحن طبخنا، جهزنا مطعم مطبخ يعني بدنا نقول جهزنا مطبخ خلال 12 ساعة. بلشنا أول يوم طبخنا نحن، نزلنا على الفيس، شافت الناس شو قدمنا. تاني يوم تاني يوم نتفاجأ انه وصلنا، اجوا الناس لعنا قال نحن بدنا تطبخونا، بدنا توزعوا قد ما فيكم اليوم تطبخوا. بلشنا 400 وجبة 600 وجبة 800 وجبة 1000 وجبة، وصلنا ل 1205 اعلى يوم وصلنا ل 1285 وجبة. الوجبات عدد الوجبات كلهم تعدوا 27000 27000 وجبة توصل لباب المستحق. كانت الحمد لله كانت ناجحة ولقت إقبال على أرض الواقع. نعم يعني ممكن هذا العمل هو من يعني من أهم الأعمال يلي اليوم نحن قديش منحب بعض ونحن اليوم قديش بحاجة لبعض. نحن كتير بدنا نتشكركم، شكرا كتير أستاذ علي، شكرا كتير أستاذ صبحي، وبدنا نقول كل الشكر لباقي الفريق وإن شاء الله بتزيدوا أكثر من العطاء، بتزيدوا أكثر من الأشخاص، وهيك يا رب تخف الظروف الصعبة على العالم، ولكن يبقى العطاء هو المرتبة الأولى. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير. الله يتشكر كافة الجهات الأمنية بمدينة النبك اللي قدمت لنا الدعم. نحب نتشكر شعبة الحزب ومدير المنطقة والمشافي، وبنحب نتشكر كل من آمن فينا ودعمنا من أهل الخير، وبنحب نتشكر أهل النبك كلهم. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. ان شاء الله بنصيروا بكل سوريا. ان شاء الله بنشوفكم بكل المحافظات السوريه، ومن ضمن صوتنا لصوتكم دائما العمل الخيري، العمل الانساني والتطوعي هو اهم شيء، وانتم مثل ما حكينا الشباب السوري اللي بنفتخر فيكم ونشوف حالنا فيكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم. هلا سمر، فخلينا نروح ونتعرف شو صار بمثل هاليوم من الماضي الى الان. اليوم 16 شباط، كثير من الأحداث سجلت نفسها بتاريخ اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1785 أنطوان لافوازي ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين. وبعام 1815 نابليون بونابارت يغادر إلى منفاه في جزيرة ألبا. وبعام 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت. وبعام 1923 اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر. وفي عام 1949 اختيار مدينة ستارسبورغ مقراً لمجلس أوروبا. وبعام 1959 العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور باتيستا. وبعام 1971 اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي. وبعام 1979 زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص. وبعام 2005 اتفاقية كيوتو بشأن التغير المناخي تدخل حيز التنفيذ. كثير من الشخصيات شهد تاريخ اليوم 16 شباط ولادتها، فبعام 1838 هنري بروكس آدمز مؤرخ أمريكي. وبعام 1979 فالنتينو روسي سائق دراجات إيطالي. وبمثل اليوم شهد وفاة عدد من الشخصيات، فبعام 1907 كاردوتشي شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1906.
وبعام 1932 بويسون سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1927. بعام 2016 بطرس غالي دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل اليوم 16 شباط. نهاركم سعيد. فقرتنا الأخيرة يا ليا حتكون مع فنان أصله من قرية فنية أم الطيور في حما. بلش حياته الفنية من عمره 16 سنة وكل سنة من حياته بتعطيه خبرة أكثر وأكثر وأكثر. رصيده من الأغاني 10 أغاني. بيسعدنا اليوم نرحب بالفنان يزن النمر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح سوريا وقائد سوريا وصباح القناة الحلوة والبرنامج الحلو. وطبعا هذا شرف كبير لي اني انا اكون موجود معكم على اللقاء هذا الحلو. ان شاء الله نقدم شيء يعني يكون الناس مبسوطه منه. اهلا وسهلا فيك يا يزن. يعني ظروف صعبه عم نمرق فيها، صرنا اكثر من 10 سنين من الحرب ومن كورونا. اليوم ما يمكن الفن هو المنفس، الفن والصوت الجميل هو يلي يمكن بيخفف علينا هالظروف الصعبه. خلينا نسمع شيء من الصبح مع حضرتك وبعدين خلينا نتعمق اكثر مع الاغاني وانتاجك الخاص. من عمر 16 سنة بلشت يزن لحد اليوم، احكي لنا عن أهم محطات حياتك، أجمل اللحظات، كيف صار عندك مثلا 10 أغاني؟ يعني خلينا نحكي عن أهم شيء صار معك خلال هاي المسيرة الفنية. هلا بالبداية الفن اللي بلشت بعمر 16 تعلمت على العود وكثير ناس شجعتني يعني على الموضوع هذا، إنه سمعوا صوتي حلو وهيك بالضيعة. أول شيء بتبتدي بالبيئة كمان بتساعد، البيئة بتأثر بتساعد شوي طبعا. يعني البيئة عنا بعائلة فنية وكتير يعني بالضيعة عنا أصوات حلوة. صرنا يعني مثل ما بيقولوا نتعلم من الناس اللي أقدم منا ومطربين يعني بيطلعوا من عنا كمان من المنطقة.
نعم يزن، يعني من بعد ما حسيت انه من بعد ما تعلمت على العود وصرت تدندن على الخفيف ويمكن تلقط من افراد العائله او من الجو المحيط فيك من الفنانين الموجودين، اتجهت الى شيء معهد اكاديمي او التجأت الى استاذ هو يمكن لحتى تتعلم اكثر، ولا هي لا هي يعني هوايه طورتها وصرت الان هيك متعلم من سماعي من البيئه، وفي شغلات كمان بالفطره الواحد موهبه هيك. نعم برافو. بعدين صرت اغني عتابه، ضل عتابه هيك والدندن. احفظ عتابه تسمع لمين الأستاذ. مين كان يسمعك اول شيء؟ لا اول شيء بالبيت. شو كان يقولوا لك؟ شو كان يوجهوا لك ملاحظات؟ والله هلا عقد مكان اول شيء الواحد مبتدئ يكون صراع وصرع احيانا بالاغاني وبالعتابه، بس الدعم بخليك تكفي حياتك الفنيه او تكبر موهبتك اكثر واكثر. كل مثل ما حكينا يزن، نحن كل سنه انت عم تكتسب خبره اكثر. اغانيك خلينا نحكي عنهم، كيف انت بتختارهم؟ كيف بيتم اختيار الاغاني؟ في حدا بيساعدك ولا انت لحالك بتختارهم؟ واكيد بس نخلص من الجواب بدنا نسمع غنية بحس عينيك الي. تمام. اختيار الاغاني اول شيء بدها تكون الكلمات حلوه ومناسب اللحن للكلمه، وباخذ راي الجمهور راي الاصدقاء المقربين اكثر شيء يعني، وبالبيت كمان باخذ راي العائله، وبجرب على العود بسمعها كمان انا يعني الاغنيه بتحسيها لحالها انه بتقلك انه حلوه. نعم اليوم نحن عندنا شح في الانتاج وانتاج الاغاني واحتضان المواهب الفنيه بالبلد، اليوم قد ايه بتلاقي مثلا السوشيال ميديا هي باب انها هي توصلك الى العالم كله؟ يمكن اذا نزلت فيديو على الفيسبوك او الانستغرام او وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يوصلك او ممكن يدعمك. هو اعطاني كثير دعم ومساعده يعني، اخذت كمان المعنوية والقوة من اصدقاء السوشيال ميديا بشكل عام، وعطاني كثير لقدام دفع معنوي اكيد. هلا سمعنا الغنية بحس عينيك الي ومنتقي حديثنا اكيد معك. طبعا هاي الاغنية من كلمات شاعر سلامي عمار وألحان يائل بشلاوي. شو بحس عينيك إلي، شو بحب فيهم أختلي، شو بحس عينيك إلي، شو بحب فيهم أختلي، شو بحب أمرض عالسواب غمزات ما إلهن دوا، عشقان لهالمستوى واصل لهاي المرحلة، عشقان لهالمستوى واصل لهاي المرحلة. شو بحب تغفي بالحضن من غير حير ولا إذن، شو بحب تغفي بالحضن من غير حير ولا إذن، والعب بشعرك سبله وبوس هالخد الحلو، واشرد انا واتأمله لا اخجل ولا تخجلي، واشرد انا واتأمله ولا اخجل ولا تخجلي. شو بحب عطول اسمعك وعيش العمر كله معك، ايش بحب عطول اسمعك وعيش العمر كله معك، ومن بين حلوين الدني شو بحب فيكي اعتني، واخر دلع تتدلعي وتتأمري وتتدللي. برافو يا يزن، يعني كثير حلوه. اول شيء مبروكه. الله يبارك. وان شاء الله هيك كمان انتاج شركه ستار جيت ان شاء الله بتلاقي انتشار واسع اكثر، لانه عن جد حضرتك بتمتلك صوت كثير حلو.
يعني خلينا يزن نحكي بنقطة بلشت أنا حديثي مع حضرتك، إنه نحن مرقنا بظروف صعبة، ولكن من خلال الدندنة على العود ومن خلال الأغاني اليوم دور الفنان السوري خاصة ضمن الجلسات ضمن الحفلات، قديش اليوم إنه حلو تقرأ وجع الناس وإنك أنت تغير لهم شكل، يعني كمان أنت دورك كتير مهم بالمجتمع. خلينا نحكي يمكن عن هي الحالة يلي أنت بتكرسها أو بتجسدها إن كان من خلال صوتك ومن خلال العزف. هلا أحياناً بدي أقول لك يعني بتفوتي على بيت بيكون في حزن. صح. فما بيصير نزيد الوجع وجع مثل ما بيقولوا، لازم نعمل شيء يعني عكس هذا الموضوع. يعني بجوز نغني فرح ولما نشوف الفرح نغني حزن. يعني هيك وهيك كل شغلة بنعمل عكسها. وبتلعب دور كتير يعني الموسيقى والفنان انه يبين كمان الصورة اللي عايش هو فيها البيئة والوضع بشكل عام يعني. وسوريا والله يرحم شهداء سوريا كمان أثروا كتير على الشعب وعلى الناس. أكيد. الله يرحم أرواح شهدائنا. آمين أكيد. يا رب الله يرحم أرواح شهدائنا. يزن بالختام بدنا نسمع شيء لسوريا نهديها من الصباح من يزن النمر، تفضل. طبعا هاي الأغنية كمان كلمات الشاعر سلامي عمار، ألحان الأستاذ عادل خضور، للشهداء يعني طبعا. إله يا زمن راح البطل أغلى الغوالي راح، دم النقي غيث وهطل عطر الشهادي فاح، راح التقي يا سنين الكل كرامي ودين، راح التقي يا سنين الكل كرامي ودين، فراق ونصل سكين ما يوم بيركا. يعطيك ألف عافية. أكيد المطرب من الصبح دائما بيكون عنده في تعب كتير في تعب بس ما بدنا نقول العذر لأنه بيقولوا هاي عذر للفنانين دائما إنه لا أكيد تعبان. نحن بنعرف هو الصبح في مشكلة وبيجي فجأة هيك ما لا. أكيد بنتمنى لك كل التوفيق يا زان، بنتمنى لك أكيد النجاح والانتشار والشهرة أكثر وأكثر، وأكيد نحن بدنا نتابع ونسمع أغانيك كلها الجديدة وحتى القديمة، وكل حدا يعني عم يتابعنا اليوم أكيد تابعوا الفنان يزن النمر. شكرا لك. شكرا كثير يا يزن، موفق يا رب وأهلا وسهلا فيك. سمر مع الفن السوري منكم وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، بدي أتمنى لكم نهار يكون حلو على كل الناس، بدي أتمنى ظروف صعبة هيك يا رب عم تمشي هيك شوي شوي وتخف عن كل الناس هيك، بدنا نقول يا رب وأكيد يكون عنا إيمان إنه بكرة أحسن وبكرة أحلى وظروفنا تكون أحسن ورح تكون أكيد بإرادتنا وبمحبتنا وبصمودنا أكيد. نهاركم حلو، نهارك حلو سمر. نهارك حلو يا علي. أكيد لهم كنوا وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، انترونا بكرة على الساعة 9 من هون لوقتها، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.